الجامعه وعلى علاقه بالنقل الجامعي. وتحيه تحية نضالية عالية من داخل إطارنا الأكيد اتحاد وطن طلبة المغرب. تحية إلى عموم يعني الطلبة والطالبات، كذلك إلى يعني الصحافة يعني الحرة من داخل المجتمع. إذن في علاقة يعني بالوقفة ولا بالمعركة اللي كناخذوها كمراضين ديال اتحاد وطن طلبة المغرب، فهي كتعلق يعني بالمكتسبات المادية والمكتسبات التاريخية، اللي أهمها هو النقل الجامعي على أساس أنه يولي بدرهم رمزي، كذلك في علاقة يعني بالحي الجامعي الجديد أنه يتفتح، وكذلك بخصوص يعني التعليم الحضوري ديال الطلبة ديال القانون، لأن كنعرفوا كامل بأن الوزارة الوصية على القطاع ديال التعليم أنها تراجعت على الصيغة ديال التعليم عن بعد باعتبارها صيغة تخريبية للجامعة، ومازال الطلبة ديال القانون يعني كيقراو عن بعد، مازال الطلبة كارين كينتظروا الفرج. إذا هذا الشيء هادو هما المطالب الاحتجاجية اللي خارجين الطلبة كيطالبوا بها شكرا لك خويا. اذا المتابعين متابعات نيوز بليس، كيف ما شاهدتوا معنا يا واخا. تحيه من داخل اتحاد وطن طلبة المغرب، تحيه كذلك لكل الطلبه والطالبات يعني في عجاله. فالطلبه والطالبات اليوم الخروج ديالهم هو كان خروج على مجموعه من المطالب اللي تم المطالب اللي ضروريه واساسيه من وجودهم كطلبه جامعيين، من بينها المطعم الجامعي والنقل الجامعي وكذلك المنحه. كنلقاو هذا الشيء هذا في نوطوفين الى حدود الساعه ما كاينش هذه الشروط هذه البسيطه، حنا كنقولوا رغم البساطه ديالها ما كيناش، ما يمكنش الى حدود شهر 12 ونهايه السمستر نهايه الفصل الاول من الدراسه ديال ان مطعم جامعي ما كايناش، وكذلك حي جامعي مازال خاوي الطلبه مازال في دور الكراء الى ما غير ذلك، وكذلك المنحه وعبرها مجموعه من الاشكالات، وحتى لا انسى النقطه ديال النقل الجامعي اللي فعلا المجلس البلدي كيمارس سياسه ديال الاستغلال ضد هالطلبه هادو. ما يمكنش عباد الله ديال 2.5 كيلومتر من الحي الجامعي للجامعه كيخلصوا للطلبه 5 دراهم، هذه ما عمرها ما كانت ولن نسمح
هذه عمرها ما كانت، لان الطلبه يخلصوا 5 دراهم من الحل الجامعي الى هنا. هذا الشيء حنا كنرفضوه وكنندوا به، ومعركتنا مستمره حتى تحقيق مطالبنا اللي هي في الاخير مطالب عادله ومشروعه. وشكرا لك متابعين متابعات نيوز بليس، مرحبا بكم على الان في البث المباشر. السلام عليكم، تحيه وتحية لهذه الجماهير الطلابية الواقفة دفاعا عن مصالحها ودفاعا عن كل الكوارث اللي ممكن تجي. هاد الناس حمق، هادو اللي كيحكموا حمق. كيف يعقل ان ذاك السيد اللي عطاوه النموذج التلموي يقول الناس ما يتخلصوش، ومنين يتخلصوا نعطيهم غير 1400 درهم؟ واش ولدو كيتخلص ب 1400 درهم؟ واش هو كيقنع يخرج للقهوه ب 1400 درهم؟ اذا انا متضامن مع هاد الناس، انا رجل شيباني كنقرا في الجامعه عوض ما نمشي نلعب الضامه، عوض ما نكون ناكره ومندوب. ها انا ولادي راه كبار، ولكن هادو ولادي وهادو احفادي، وكنشوف فيهم رجال المستقبل، هادو اللي غيدافعوا على المغرب. وماشي بن موسى وماشي اخنوش وماشي كذا، كلهم عندهم الجنسيات، كلهم عندهم فلوسهم برا. فقرونا وفلوسهم برا، جيوبنا ما حاضرين غير جيوبنا، حاضرين الضرائب بجميع الاشكال، حاضرين الغلا، حاضرين واحد المجموعه ديال 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 المسائل اللي كتمس هاد المغاربه. هي حرب طبقيه متوحشه لا تبقي ولا تضر، ولكن من قبلي طرفين واحد، طبقة واحدة، هي الطبقة اللي كتملك الثروة والسلطة، وهاجموا على المغاربة وكيلعبوا بالمقدمين بالشيوخ بالقياد بكل البركاكة وبكل الإعلام المخزاني المشبوع جام، كيستخدموا جميع الوسائل باش يخليو المغاربة جاهلين والمغاربة أميين وكل واحد راسي راسي، ولكن راه كل شيء مضروب. كعياشي أدى ما أدى الكثير. الآن أيضا هذا الطلبة يسعدني ومتشرف وفرحان بزاف أنهم كينادلوا على أولاد المغاربة. هاد القوى ديال القمع، هاد العناصر ديال القمع عندهم أولادهم، راه تلقاهم هنا. هاد الكاد عندهم أولادهم هنا، دابا إلا طاح شي واحد فيهم مشى للسبيطار ما يلقاش الدواء. هاد الناس واش عزاز عليهم حنايا باش يلقوا؟ أنا تلقحت هاكم انت باقا هذا تلقحت جوج المرات. كيف يعقل أنهم يبقاو هاجمين؟ واش حنا أعدائهم؟ كيريبوا الناس ديورهم، كيريبوا الناس ديورهم، وإسرائيل كتريب الناس ديورهم. إذا فين غاديين؟ هاد الشباب، هاد الشباب كيخلقوا واحد النوع من التوازن باش الدولة ما تزيدش تطغى، وراه كيقراو هاد الشيء وما عطاليش علينا الحيلة، ولكن كل واحد يتحمل مسؤوليته أنه يوعي. الشعب ما واعيش، ولكن ملي كيشوف كابابل، وهذه من التجربة، ملي كيشوف يعني كاد وقادر تنزل المثقف العضوي شنو؟ وهي المثقف العضوي داخل جماعته، كاي يجلس مع الناس في القاعة وفي الجامع وفي القهوة وفي الأرض وفين ما كانوا، وكيصحح الاعوجاجات، كيصحح المفاهيم، كيعرفي الاستلاب من أجل يوعدك السيد باش يدافع على المغرب. المغرب، المغرب قام علينا غالي، قام علينا غالي بزاف، المغرب قام علينا غالي، وبالتالي خصنا نحافظوا على النضالات ديال سيادنا. هنا تخططوا عباد الله، تغبروا عباد الله. كانت تازمامرت، كانت ام دوز، كانت قلعه مقوله، كان دار المقري، كان دار بريشه، الكومبليس مولاهم رشيد الى اخره. يعني المغاربه داو، وهاد اللحظات راه تقامت علينا غاليين. هذوك كانوا غير هاجمين، كانوا غير هاجمين علينا. اذا لا يمكن السكوت. كرجل ادى ما ادى كان فرح ملي كنشوف هاد الشباب كاين، وانا معاهم.
انا معاهم وشتهم قدامهم موراهم الى اخره، وما غاديش نسكتوا على هذه الطبقه المتوحشه اللي ولا كتضرب الشيوب دابا. حرب طبقيه، الاقتصاد انفرعك غير بالجيم، فرعك الضعائر، انفرعك ووظف القضاء، القضاء يوظف يعني اللي على الاذرع ديال المغاربه، كل واحد كياكلها بوحده وساكت لانه ما كاينش الوعي. جا عندي خاي قال لي اخويا كذا كذا، قلت له هاد الناس واش عمرنا جلسنا معاهم؟ كطبقه مستنيره، كطبقه متنوره، كنخبه، ما جلسناش معاهم ما نملش منهم. وعن قوم بما يمليه علي ضميري وما تمليه علي قناعتي ومبادئي وما بين دابعات في القهوه، ما جيت نوصل للقهوه باش نبول، حتى كان سواقني البول كل ادويه، فهمتي؟ ما كرهتش نموت عندهم. تحياتي. نعم، الإضافة هي أن هادوك رعايقين بهم بأنهم شانين حرب مفلسة متوحشة ضد المغاربة، وبالتالي يكفوا، والا راه السودان راه العراق راه واحد المجموعه ديال كذا، يهنيونا عليهم يخليونا لهذا. وحنا ما خصناش نوقفوا، خصنا نوعيوا عباد الله، الطلبه اللي ما واعيش ولا الفهم ديالو مقلوب خصنا نعطيوه وقت ويفهم، المواطن اللي هذا خصنا نعطيوه لهذا. وكنزيد هادو الرجالات ديال المستقبل، الا ما وقفوش هاد الوقفه راه ما عيبقاش التوظيف. وعطلوا الرشاوي والمحسوبيه والزابونيه وهذو الشوي. وتحيه نضاليه عاليه، الله يحفظكم. وحنا معولين على الاعلام المواطن، الاعلام الجماهيري، الاعلام النزيه، وماشي ذاك الاعلام راه انت كتعرف باش غادي. تحيه اذا المتابعين ومتابعات نيوز بليس، كيفما شتي راجل ساخط على الوضعيه، كبير وصغير، الناس ديال مدينة قنيطرة. دير لايف. تحية نضالية مجددا، تحية نضالية مجددا من داخل اطار العتيد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. كما كتشوفوا هذه الاشكال النضالية هذه اللي كيخوضها اليوم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من داخل موقع قنيطرة جامعة بن طفيل، هي كتجي في السياق ديال المستجدات، هذه الاشكال الاحتجاجية كتجي في السياق ديال المستجدات اللي كاينة اليوم وطنيا حول الوظيفة العمومية، يعني المعايير الإقصائية والانتقامية اللي فرضتها اليوم الوزارة في المباريات ديال التعاقد. هذا المخطط اللي حنا كنرفضوه واللي كنرفضوه يعني بشكل جذري، وهذه المعايير هي كتزيد تكرسوا. نحن نطالب ب يعني الادماج المباشر ديال ابناء الشعب حاملي الشواهد العليا في الادماج المباشر في الوظيفه العموميه. كذلك هذه الاحتجاج هي كتجي في السياق ديال المعركه اللي كيقودها الاتحاد الوطني لطلبه المغرب من اجل تحسين مجموعه تاع المطالب الماديه اللي تم الاجهاز عليها يعني في الفتره نتاع كورونا. من بين هذه المكتسبات هذه اللي كانت هو النقل الجامعي يعني من داخل الموقع اللي كان درهم فقط، كذلك يعني المطعم الجامعي والحي الجامعي. وهذه الاحتجاجات هي غادي تستمر طيله يعني هذا الموسم هذا الى حين تحقيق هذه المطالب، لا تراجع على هذه المطالب ولا تفاوض على يعني التعليم الحضوري بالنسبه للطلبه ديال كليه القانون، كذلك لا تفاوض يعني على مصلحه الحركه الطلابيه. وسنستمر يعني في الاحتجاجات الى حين تحقيق هذه المطالب ودمنا ودوله النضال الاوفيه. يعني هذا هو السياق العام اللي كتجي فيه يعني هاد الاحتجاجات هذه، المستجدات الوطنيه اللي كاينه حول مخطط التعاقد اللي حنا كنقولوا كنرفضوه. حنا ما غاديش نناضلوا باش 500,000 طالب يعني هي اللي تدوز الكونكور ديال التعاقد وتقبل فقط 15,000. يعني اصلا مخطط التعاقد هو مخطط اللي خصو يعني اللي خص الاسقاط نتاعو بشكل جذري. اما هاد يعني هاد التفنن في اقصاء ابناء الشعب عن طريق يعني هاد المعايير هذه اللي كنسميوها حنا معايير انتقاميه وتفنن في اقصاء ابناء الشعب، حنا كنرفضوها من الاساس، لاننا نرفض يعني مخطط التعاقد بشكل جذري، ونطالب بادماج
جميع من المعطلين اللي في المغرب وجميع ابناء الشعب المغربي اللي حاملي الشواهد العليا في الوظيفه العموميه. هذا مطلب لا تنازل عنه. هما اليوم بغاو يحوروا النقاش، بغاو يردوا النقاش يعني حول المعايير ديال اللي اتخذتها الوزاره في علاقه بالمباراه ديال التعاقد. حنا غادي نرجعوا النقاش يعني الجدر نتاعو والاصل نتاعو نحطوه يعني في السكه الصحيحه ديالو اللي هي الادماج المباشر في الوظيفه العموميه ويزيدوا المناصب لابناء الشعب باش انها تخدم. وتحيه نضاليه مجدد. اذا متابعين شبكه نيوز بليس، واحد الشخص غادي يضيف شي حاجه. وي خويا وخيا، تحيه عليا في اطار الاتحاد الوطني طلبه المغرب، الاطار الوحيد والاوحد لكافه الجماهير الطلابيه. هو عندي واحد التدخل، عندي واحد التدخل بخصوص يعني القرار المشؤوم الذي ادلى به وزير التربيه الوطنيه السيد شاكي بن موسى. بطبيعه الحال يعني لم نكن نتوقع يعني كطلبه يعني حاصلين على شواهد يعني علميه، لم نتوقع هذا القرار المجحف والمشؤوم الذي اصدره ونزل كالصاعقه على ابناء هذا الوطن الجريح. بطبيعه الحال نحن كطلبه وك يعني عاطلين يعني العمل يعني نرفض يعني بالبت والمطلق يعني هذه القرارات المجحفه التي يعني ليس لها يعني اي جدوى يعني بالنسبه لابناء الشعب المغربي. بالاضافه الى هذه القرارات كانت يعني بصراحه يعني كان عندها واحد الصدى يعني سلبي على الوطن يعني على الساحه الوطنيه. كيف لا يعقل ان يحدد السن يعني في 30 سنه وحنا كنعرفوا على ان يعني الفئه والنخبه من داخل هذا الوطن الجريح هي النخبه الاكثر من 30 سنه. كيف لا يعقل ان المعطلين الحاصلين على شواهد الماستر والدكتوراه يعني هنا تطرح علامه استفهام، اين هو المآل؟ اين هو المآل؟ بالاضافه الى ان التصريح الذي خرج به الكاتب العام لوزاره التربيه الوطنيه السيد بن موسى عفوا بالقاسم قال يعني بالحرف الوحيد على انهم الوزاره هي تطمح من اجل التجويد ديال المنظومه التربويه بالاضافه الى الاستثمار يعني في الموارد البشريه. كيف يعقل ان شاب يعني في مقتضى العمر ديالو في 23 عام او 24 سنه ويدخل يعني للمنظومه ويولج للمنظومه التربيه والتعليم يتم يعني الاجحاف عليه ب 41 سنه ديال العمل، هذا في حد ذاته فهو فعلا استثمار يعني استثمار مجحف في حق هاد ولاد الشعب اللي بطبيعه الحال نرفض بالبت المطلق يعني كل هذه القرارات التي يعني نزلت كالصاعقه. بالاضافه الى اننا يعني نرفض كذلك يعني منطق التعاقد بالاضافه الى يعني الادماج في الوظيفه العموميه، الادماج ثم الادماج في الوظيفه العموميه. عاشت الحركه الطلابيه مناضله صامده وعاش الشعب المغربي صامد لهذه القرارات المجحفه التي لن نقبلها بالبت المطلق. وتحيه مجددا. شكرا. اجا خويا معايا هنايا. اليوم نحن نخرج من تلقى من جامعة بن طفيل نندد ونناظر من أجل مجموعة من المكاسب، خاصة المكاسب التي تهم الجامعة بالأساس، النقل، المطعم، الاقتضاد، التعليم الحضوري، ولكن نطالب كذلك بوظيفة عمومية للجميع. فإذا تنبهنا جيدا في المخططات الإصلاحية التنموية طبعا التي انخرط فيها المغرب بشكل كبير مؤخرا بداية من سنة 2000 أي صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما تلاه من مجموعة من الوثائق الرسمية طبعا فهي تصب في نفس الاتجاه أي الإصلاح، وكذلك مجموعة من الوثائق الأخرى كالبرنامج الاستعجالي والرؤية استراتيجية وقانون الإطار مؤخرا التي تصب كذلك في مجموعة من الإصلاحات. وهذه الإصلاحات ضرب فيها ضرب فيها الوزير بن موسى عرضا انطلاقا من صدور قرار مجحف في حق شريحة من الطلاب وشريحة من المجتمع المغربي تتجاوز عمرها 30 سنة.
فأين ستذهب هذه الشريحة؟ فإذا كان هذا إصلاح فإنه سيخرب مجموعة من الحاملين الشواهد العليا. فأتكلم مثلا عن نفسي، لدي مثلا إجازتين، إجازة أساسية وإجازة في إجازة مهنية وماستر تخصص ديداكتيك المواد الاجتماعية. فأنا على مستوى تربوي مكون الحمد لله أكون، فأريد أن أجتاز المباراة، لكن عمري 30 سنة فما فوق، لا وأنا مقصي من حتى من الإدلاء وتسجيل حتى في الموقع التي خصصته الوزارة هذا الغرض. فطبعا نحن خرجنا إلى هنا من أجل إسقاط التعاقد ومن أجل التراجع عن القرار المجحف في حق هؤلاء أولاد الشعب الذين خرجوا منددين بها، يعني لا للتعاقد، لا للانتقاء، لا لمنع أصحاب 30 سنة من اجتياز المباراة. نحن نريد المباراة للجميع. فإذا كانت الدولة خرجت برامج إصلاحية تهم الاتجاه إلى التربية والتكوين وإقصاء مجموعة من الأشخاص، فهذا طبعا هو قرار مجحف. فإذا كانت هي كذلك تقوم بالتكوين على مستوى علوم التربية وعلى مستوى ديداكتيك والتشريع التربوي، ونحن ليس لدينا تكوين، فنريد أن ندخل في المباراة مع هؤلاء المكونون طبعا في المدارس العليا، وطبعا المباراة هي التي تحكم. فالذي اجتاز كتابي بنجاح فليحق له أن يجتاز الشفوي، والذي اجتاز الشفوي كذلك بنجاح فيحق له أن يلتحق بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين. نعم، هي كلمة واحدة، لا للتعاقد، لا للقرار المجحف الذي خرجت به الوزارة مؤخرا 30 سنة والانتقاء. نحن نريد مباراة مفتوحة في وجه كل أبناء الشعب خريجي الجامعات، سواء كانت جامعات ذات الاستقطاب محدود أو الجامعات التي لها تكوين في علوم التربية وديداكتيك والتشريع التربوي. وشكرا. شكرا لك. إذا المتابعين نيوز بليس، شكرا لك متابعينا الكرام على تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.